أعزائي المشاهدين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شوفونا. مرحبا عائشة. مرحبا غنوة. كيفك اليوم؟ مليحة الحمد لله. مرحبا أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة ومواضيع جديدة من برنامجكم شوفونا. وأنا بدوري برحب فيكم أعزائي المشاهدين بطبخة جديدة ويوم جديد. نتعرف معكم على فقراتنا اليوم، أولى فقراتنا هتتوقف عند محطة شوفونا لمطبخ شوفونا. معكم أحبائي برحب بالشيف شاف باركي. أهلا وسهلا، برحب فيكم ورحب بأخوان المشاهدين. بالنسبة للتحضير ما بتاخذ بالعجن، بتاخذ مدة 5 دقائق 7 دقائق. بعدين الوجبة تكون جاهزة معنا. صار بيضغط خطنا. خطنا تقريبا قربت تحترق. لا لا، بشرنا خير، بدنا نتغدى اليوم. ان شاء الله ان شاء الله تقريبا خلصنا. العجينة متوفرة بأي مكان. طبعا في كبسة انواع، في كبسة بلحم، في كبسة دجاج، وفي كبسة بالشرمس او بالروبيان. جاهزة وجبتنا، طبعا شايفين سبينجرول كيف لفيناها. اخذنا كمان من عجينة سبينجرول لفينا فيها لحم ولفينا فيها جبن. انت شايفة عايشة المقادير قليلة، بس انه احنا شكلنا مشان سيدة البيت اللي بتحب تحط على السفرة اكثر عدد ممكن من الاطباق وحلوة ومرتبة، فنحن شكلنا. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم مجددا في فقرتنا اليوم. ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد الله أبو بكر، أخصائي أمراض نساء وولادة، مدير مركز يشفين الطبي بدبي. دكتور، أنا صرني متزوجة من 8 سنين. معك؟ تغلبت كثير أنا بالعلاج، كان معي مدير بتعدد الكيسات. ومعكم الحين احبائي بنتعرف على كيفية التقشير ونتكلم عن كيفية العناية بالبشرة. مدام منال احنا رحنا فاصل وتوجهنا حين لك. اول شيء بنبلش بالبداية بتنظيف البشرة، لذلك بيسعدنا كثير اليوم انه يكون معنا الدكتور جوزيف خلوف، استشاري جراحة العظام. ليس من السهل دائما التأكيد بصورة قطعية هل يوجد كسر او لا يوجد كسر. بذكركم احبائي انه ضيفنا اللي انتم تعودتوا عليه بشكل اسبوعي الدكتور علي الحجم، استشاري الطب النفسي بالشرق. الامراض العقلية مرض عضوي، مثلا نتيجة لخلل في وظيفة مثلا العقل، ام انه هو مرض نفسي اثر على الصحة العقلية. الان التصنيف الحديث او علميا هو يعتبر مرض عضوي. متواصلين معكم اعزائي المشاهدين بفقراتنا، وحين موعدنا مع الفقره القانونيه. اول شيء قدر الامور المستعجله هو تكملا لموضوع المنع من السفر. لان صدور قرار المنع من السفر كان يصدر من قاضي الامور المستعجله. زين، ما ان لجأ الشخص لقاضي الامور المستعجله، شو هي الفوائد اللي ممكن تعود ليه؟ هو الفوائد اللي هتعود فيها اكيد انه هو هيصدر قرار عليه يا بمنع من السفر يا بحجز الاموال او الحجز على الشركه. اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم. وصلنا هلا لفقره الجمال والذوق، هي فقره سيدتي مثل ما خبرتكم عنها. كيفك يا غاندي؟ الحقيقه يا غاندي يعني نحن عم نتفرج مش عارفين كيف بدنا نبلش نطلع. يعطيك العافيه. هلا تصاميم، في عده تصاميم لكراسي الاعراس. هيدي جايه من قماش عاملينها، قماش من ايطاليا، وتطريزنا هون بالشركه تبعولنا. اذا مثل ما شايفين المشاهدين في هذا التريز كثير راقي كثير مرتب. اكيد بيسعدنا نرحب بالمصمم اللبناني فادي ابي نادر من دار دي دور للازياء، اللي هو عضو من مجموعه تنهات. الكامفيل الفرنسي او الايطالي يلي هو اكثر شيء مهم بالفستان. لما الفستان بده يكون دانتيل لازم يجيب دانتيل فرنسي او ايطالي. ما في بتجيب دانتيل ياباني. بنرحب بكل مشاهدينا اللي عم يحضرونا هلا عن جديد من برنامجكم اليومي شوفونا. فقرة اليوم فقرة متنوعة وغنية بالمواضيع الهامة. من مشاهدينا ما بيحب الشوبينج حلقة اليوم. وصلنا هلا كمان للفقرة اللي كل ناطرها، فقرة شوبينج. كان سهرة قهوة مثل ما تشوفينا صيفي، في القماش الخفيفة هي على الخصر بالشغل، وفي الكاتنج 8 بيسز من تحت. واذا نشوف اللون اللايت من تحت بليز كرن. اوكي، فمع المشي مع الحركه يفيلينج يعطيك احساس مريح يعني. ثوب بحريني بعد. هذه كلها مطرز، الشغل كامل كله بالتطريز، تدخيل اللون البنفسجي معاه.
لون قديم يعتبر في منطقة الخليج. متواصلين معكم أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة، ومثل ما وعدتكم في بداية الحلقة أن نحن فقراتنا اليوم متميزة. تعرفون ليش متميزة؟ بتميز مركز الروعة للتجميل والرشاقة اليوم بتواجده معنا السيدة زينب محمد فكري، نائب رئيس الاتحاد العالمي الفني للتزيين في الإمارات العربية المتحدة. حطيت البيسز، كريم الأساس، التحبيب، الرموش، الحواجب، بس الباقي حنشوفه. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم وهلأ بلشت فقرة سيدتي. بيسعدنا اليوم نرحب بخبيرة التجميل سوريا من صالون نو في الشارقة، اللي هو عضو من مجموعة تنهاد. أهلا وسهلا فيك سوريا. أهلا. شو محضرتينا اليوم؟ اليوم ستايل جديد طبعا، مغيرين على المرة اللي فاتت، إن شاء الله يعجب المشاهدات. نحن بنعرف إنه في عنا الأيشادول باودر وفي عنا المائي. انه بس حبيت اشرح طريقة العين كيف حطينا. يا ريت. مشان يتابعون السيدات، اول شيء حطينا اللون الاسود على الجفن ومديناه للخارج عشان شوي عينها صغيرة بنكبرها. اشوفكم احبائي باسل كرس المواد مع العديد من الفقرات المتميزة. وإن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، وبكرة الجمعة إن شاء الله بكون خير علينا وعليكم. باي باي. باتشر في نفس الموعد، لا تنسون الساعة، لا باتشر الساعة 2، باتشر الساعة 2 شوفونا بتوقيت الإمارات. ودعاة الله. شوفونا كل يوم بفقراتنا المتنوعة، فقرتنا الطبية مع غنوة. في أفكار خاطئة حول الأسنان اللبنية، دائما الخطوات التشخيصية هي خطوات غير سليمة. وفقرة الأبراج مع ميتة. نخبركم أكثر عن أبراجكم الأستاذة الخبيرة الفلكية ناهد حمود. كل برج بيتبع لعنصر معين. فقرة الطبخ مع الشيف خالد. أعزائي المشاهدين، أنا بدوري كمان برحب فيكم. نحط بقلبه اللحمة مع السنوبر. وما بننسى فقرة الشوبينج مع عايشة، اللي بقدم لكم فيها كل يوم اشياء جديدة من عالم الشوبينج بالجوائز القيمة اللي فيكم تربحوها معايا اليوم. برنامج واحد بتلاقي فيه كل اللي بتريده، من الاثنين للجمعة الساعة 1 الظهر. ما تنسوا، شوفونا.